مباشرة بصوت وصورة من ذي قار مراسلنا من هناك الزميل علي الهادي. بداية علي، مرحبا بك. ما هي الشرائح التي خرجت في هذه التظاهرات علي أمام مبنى المحافظة اليوم، وبماذا تطالب؟ تحية لك قصي ولكل السيدات والسادة المشاهدين الكرام. شهد صباح اليوم تظاهرات كبيرة أمام مبنى محافظة ذي قار لشرائح متعددة، أبرز هذه الشرائح هم الخريجين وكذلك الموظفين في سايلو الناصرية. وبالتالي كانت هنالك مطالب للخريجين بعد فترة جدا طويلة من التظاهرات والاعتصامات أمام عدد من مؤسسات الدولة وأمام مبنى محافظة ذي قار في فصول متعددة في الصيف. المحافظة الكبيرة على عمل أو ضدية في الدولة أو لا في القطاع، يجد فرصة الشباب الخريجين المتبقين. أما فبالتالي وردت المحافظة في على قانون الأمن الغذائي، وبالتالي لم يحصلوا على درجات وظيفية إلا عدد محدود من الخريجين كما ذكروا. وبالتالي الآن المحافظة مقبلة على أكثر من 9000 درجة وظيفية، وخرجوا في تظاهرات لهذا اليوم بعد أن سجلوا وكما ذكروا ومخاوف هنالك كبيرة من ضياع هذه الدرجات الوظيفية لغرض الاستغلال الانتخابي. وبالتالي هنالك بعض المرشحين قد يكونوا قد استغلوا هذه الدرجات الوظيفية لغرض كسب أصوات الشباب والناخبين يوم الاقتراع. فبالتالي بهذه التظاهرات كما ذكر لنا لغرض إثبات موقفهم والحفاظ على هذه الدرجات الوظيفية من الضياع والإبقاء وتقسيمها بشكل عادل بينهم، ومطالب أخرى بأن يتم منحهم نقاط مفاضلة نتيجة للتعب والجهد الذي مروا به طيلة فترة الاعتصامات. أيضا طالبوا من رئيس الوزراء السيد السوداني بشمولهم بدرجات وظيفية بعد أن شمل الخريجين في العاصمة بغداد، وبالتالي ملف حسم جزء منه ولكن بقي جزء موجود لغاية هذه اللحظة لم يحسم، وممكن كذا يكون بأنه ستستغل هذه الشريحة لغرض الدعاية الانتخابية، لكن مطالبات الشباب كانت حازمة في هذا اليوم، ويعني أكدوا بأنهم سيستمرون في الاعتصامات لغاية الحصول على مطالبهم. في الكفة الأخرى الشريحة التالية شريحة الموظفين، هي طالبوا هذا اليوم شمولهم في قطع الأراضي، وكما تعلمون ويعلم الجميع بأن من حق كل مواطن الحصول على قطعة أرض، وبالتالي هم يطالبون اليوم محافظة ذي قار والمسؤولين في المحافظة بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي، وهناك العديد من الشرائح تطالب بالحصول على حقوقها. نعم، من الناصرية حدثنا الزميل علي الهادي مراسلنا من هناك، شكرا جزيلا لك، ننضم إليك.